ومواش والجير انطلقة جميلة وقوية لمواش مثمرة تخطف الصدارة بفار وعبد الله علي محمد المنصوري محاولات للحاق من مواش ومحمد عبد الله سعيد جمعة ولكن مثمرة بشكل جميل وقوي مواش في محاولة لتقليص المسافة ولكن مثمرة أم مواش نعم مثمرة إلى المرحلة القادمة انتظار الفريق الثاني رضوى والمزيونة رضوى وصلاح قاسم محمد اليافعي والمزيونة يوسف خليفة حسن المالكي انطلاقة جميلة وقوية للمزيونة نعم المزيونة ويوسف خليفة حسن المالكي محاولة لرضوى من الجهة الخلفية في محاولة وصلاح قاسم محمد اليافعي ولكن المزيونة بصدارة جميلة وقوية ومحاولات لا تزال من رضوى ومزيونة ورضوى نعم مزيونة والأمتار الأخيرة إلى المرحلة القادمة انتظار انطلاقة الفريق الثالث اللحيف وراقية اللحيف وعلي حمد صعاق المري انطلاقة جميلة وقوية من الجهة الخارجية تخطف الصدارة وراقية وعبد الله راشد ماجد المنصوري محاولات للحيف من الجهة الداخلية وعلي حمد صعاق المري ولكن راقية بشكل جميل وصدارة قوية ومحاولات من اللحيف ولكن راقية إلى المرحلة القادمة انتظار الانطلاقة الرابعة ولع وآمال ولع ومحمد كمعان سعيد الخيارين وآمال سلمان فهد سلمان الهاجري انطلاقة جميلة وقوية لآمال ومحاولة لولع من الجهة الخلفية ولكن آمال في صدارة سلمان فهد سلمان الهاجري ومحاولات ولع من الجهة الخارجية ولع وآمال وولع ولعت في محاولة قوية ولكن آمال بفارق بسيط إلى المرحلة القادمة هنا الانطلاقة الخامسة والفريق الخامس الفخامة ومنجم من الجهة الداخلية أحد الجياد القوية في بطولة السابق انطلاقة جميلة وقوية لمنجم يخطف الصدارة ومشعل عبد اللطيف خلف لمهندي محاولات للفخامة من الجهة الخلفية ومحمد راشد محمد المسلم ولكن منجم بشكل جميل وقوي محاولات للجواد الفخامة ولكن دون جدوى منجم إلى المرحلة القادمة ومشعل عبد اللطيف خلف لمهندي